كنا ولا زلنا على دم النضال المستمر، كنا ولا زلنا على دم النضال المستمر. نحن ويد يا من سننتصر، نحن ويد كل القيود الظالمة يهد يا سلسل، لابد يا من ستنكسر كل القيود الظالمة، لابد يوم تنكسر كل القيود الظالمة، لابد يوم تنكسر البوزيد وما خرجنا باش نحتجوا على غلاء الاسعار، على انقطاع الحوار الاجتماعي مع النقابات، المشاكل ديال العمال، الطبقه العامله بصفه عامه، الاجور تماشيا مع غلاء الاسعار، مع غلاء المعيشه، الاستفاده من الثروات ديال الدوله بصفه عامه كاي مواطن، كنطالبوا باي حقوق لهم عاديين. اجتماعي. ثانيا تاتي هذه الوقفه احتجاجيه كذلك في اطار فرض ثنائيه التلقيح مقابل الاجر في مخالفه صارخه للقانون الوظيفه العموميه. اساس انه هذه الزيادات المهوله في المواد الغذائيه خلاتنا باش نجيو الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل باش نحتجوا كذلك مع جميع المواطنين والعمال اللي كانوا جاوا لهذا العرس لهذه الوقفة الاحتجاجية، ولهذا احنا مصرين ان شاء الله باش نعاودوا نكرروا هذه الوقفات باش نندهدوا بهذه الزيادات اللي في الحقيقة رهقت الجيوب ديال المواطنين. انتم تتعرفوا البترول دابا تزاد، يعني المواد الغذائية بصفة عامة، ولهذا على عدة مواقف اللي خدتها الحكومة. أولا الزيادة في الأسعار في المواد الأساسية، ثانيا زيادة المحروقات، ثالثا فرضت التلقيح على الموظفين وعلى العاملين والعاملات، وعطات شرط اللي ما لقحش يخرج. يعني احنا كنزيدوا نستحفلوا في البطالة، يعني احنا لازال المغرب كيعيش واحد الازمه من خلال الاجواء الصحيه اللي كيعيشها ديال كورونا، مازال كتلح وكتضغط على المواطن. زيد انتماء النقابي اللي هو خط احمر، يعني كترفضوا ان تكونوا مكاتب خاصه في الوظائف الحره. كذلك احنا كنشوفوا بان المواطن كيعيش واحد الازمه خانقه، وزيد على تضييق الحريات، يعني المواطن مابقاش كيقدر يعبر على داكشي اللي كيضرو مثلا من ناحيه سياسيه او اقتصاديه او الاجتماعيه. باجينا نشوفوا هاد الحكومه ما صلحت حتى شي مجال، لا مجال ديال التعليم، حنا كنشوفوا الملفات باقا كتراكم، ماخدين حتى شي مكتسبات. كذلك الصحه، حنا كنشوفوا الحاله ديال السبيطارات، الادويه غاليه، كنشوفوا السكن اللي كيزيد في الهواد الفوارق الاجتماعيه، يعني حتى السكن غير لائق. واش هاد الحكومه جات حققت لنا العداله واش الاجتماعيه؟ واش هاد الحكومه كتطمح الى عيش الكريم بالنسبه؟ لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.